السلام عليكم خوتي العزاز، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. ديسپونيبل تيروك خوتي العزاز، تيروك هذا تشرى على اساس انه سياره اقل من 3 سنوات، خطا من عند الفورنيسور اللي يخدموا معاه جماعه هنايا، كان في لي بابي دايرها 21، بعد كي تلحقت السياره وتليفرات لقاوها 2019 في الكارت غريس تاعها. واش راح نقول لكم، السياره هذه ما تتباعش في الموان 3 ans، لكن الموان 5 ans جماعه تونس يقدروا يشروا هذه السياره، ولا المغتربين اللي ساكنين هنايا في اوروبا وما كان تقدر تشري هذه السياره. واش راح نقول لكم خاوتي الاعزاء، نروحوا نشوفوا السياره هذه، شوفوا كامل لي زانفورماسيون تاعها، ونبارطاجي معكم لادريس تاع السياره وراها متواجده. تقدر تتصل بالسيد اللي يبيع البياس دي طاشي هنايا ويخدم السيارات كيف كيف ويخدم لي كارت غريز، لادريس تاعو هاي عندنا هنايا، دوك نبانك ليها لكم لتحت، وربي يجيب التسهيل للجميع ان شاء الله. يلا نشوفوا السيارة. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، نروحوا نشوفوا السيارة هذه خوتي الأعزاء، ونعطيكم المعلومات الكاملة عليها إن شاء الله. البداية تاعنا راح تكون من لي جونت خوتي الأعزاء، كيما راكم تشوفوا فيهم، راهم أون ألياج، فيها لي بنو تاعها لي طا تاعهم جدد، ربي يبارك ما شاء الله. السيارة الداخلية تاعها تيسي، عندك لي سياج تاعها أون تيسي كيما راكم تشوفوا. نوريكم الطابلو تاعها منا من لاريير هكذاك باش تدي فكره على السياره، خاطر الطابلو يبان مليح منا من لاريير. ليكرون جي بي اس، ستار ستوب، لي رادار دو ريكول افون اريير خوتي العزاز، كليماتيزور طبعا. السياره راهي ماشيه 80600 كيلو، فيها الفرامة قفله، علبه سرعات مانيال خوتي العزاز 6 لي رابور، ربي يبارك ما شاء الله. واش راح نقول لكم خوتي العزاز، نكملوا لا فيديو تاعنا، نشوفوا السياره ونشوفوا المعلومات تاعها. هاي لك ربي يبارك ما شاء الله، عندك الفرامة هاي اللي قفلة كودوار، وهذه الفولو تاع السيارة والكونتور تاع السيارة خوتي العزاز. ليكرون جي بي اس، ستار ستوب كيما راكم تشوفوا خوتي العزاز، ربي يبارك ما شاء الله. لي فيتر فيها 4 الكتريك صحة. السيارة هذه خوتي العزاز تشريت على أساس أنها 2021 كيما قلت لكم قبل، بعد كيف كونفيرماو مع الفورنيسور تاعو في الكواعد كانت 2019، السيد كان غلط في السيزي تاعها، هذيك حاجه بيناتهم ربي يسهل ان شاء الله. توت فاسون هذه السياره بالنسبه لخاوتنا تاع تونس يقدروا يشروها باش يهبطوها لتونس في الموان 5 ans تهبط عادي، في اقل من 5 سنوات تهبط عادي. بالنسبه للمغتربين يقدروا يشروها باش يدوروا بها هنا في فرنسا ولا في اوروبا وين ما كان. السياره فيها محرك 1.0 تي اس الى 115 شوفوا. السياره راهي دير ب 13000 اورو اور تاكس، لاني تاعها راهي 2019. تقول لي تي تي سي شحال دير يا مبو الحين، نقول لك راهي دير ب 15000 اورو و600. عندك لافون تاع السياره خويا العزيز، فيها لي فوجور ليد كيما راك تشوف، ربي يبارك ما شاء الله. زيد واش نزيد نوريك من هنا خويا العزيز، كانت هذه سياره تيروك خوتي العزيز لي جونتونالي، شوف المحرك تاعها والكوفر تاعها باش تدي فكره، ما تقوليش مبو الحين نقيه مش نقيه، عندك كاع المعلومات ان شاء الله. هذا الانتيريور تاع السياره، هاي ليك راهي ماشيه 80000 و655. الله يا الله يا الله، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، الله يرضى عليكم ان شاء الله خوتي العزاز. هذا المحرك تاع السياره خوتي العزاز، هذا محرك السياره، غسله ويرجع مرخ. واش راح نقول لكم خوتي العزاز، كانت هذه السياره التيروك صراحه لو كان جات 2021 بهذا السومه نتحداكم والله ما تبات ليله، والله ما تبات ليله. هذا كوب الكوفر تاع السياره، كومبريسور وقت اللي كيعادو ما يديروش الروت سكور يدير ذا الكومبريسور، من شرف اسكو عندنا في البلاد راهم يعرفوا يستعملوه ولا والو. ترى هو نورمالمون فيه واحد البرودوي يديرو كذا، انا صحيح ما نعرفش نستعملوه. واش راح نقول لكم خوتي العزاز، كيما كنتو تشوفوا خوتي العزاز، كانت هذه سياره تيروك اللي ما انتريسي يتصل بمولها ديريكت. كيفاش تتصل به؟ لادريس راني مبانك ليها لك هنا لتحت خويا العزيز، تجي تقول له راني شفت السياره هذه، وربي يسهل للجميع ان شاء الله. ما تحتاجش اصلا باش تتصل بيا، السياره هذه الا عندك واحد تعرفه هنا في ليون، ولا انت راك ساكن في ليون، ولا عندك واحد تقدر تكلمه ولا حاجه، اتصل يجي يشوف، القاها يقضي لك صالحه. ما لقاهاش ديما تبع الصفحه خويا العزيز، انا والله العظيم راني كل ما نلقى حاجه اللي نقدر ننفعك بها راني بارطاجي، راني مينش نقول لك لا لا تعقب غير عليا ولا ما كانش، راني نحط لك لادريس وربي يجيب التسهيل للجميع ان شاء الله. نخليكم على خير ونتلاقاو في ساعه زينه، سلام.